أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين قباج أن الأطفال الأيتام ليس لهم داعم سوى القائم على رعايتهم، مشيرة إلى مدى أهمية مدى أواصر الشراكة للقائمين على موضوع الأسر البديلة، خاصة أن الأطفال يحتاجون إلى تنمية شاملة من جهات عديدة. جاء ذلك خلال إطلاق الحوار المجتمعي الأول حول مشروع قانون الرعاية البديلة بحضور جيرمي هوبكنز ممثل منظمة يونيسف في مصر. هذا وأوضحت وزيرة التضامن أن هناك مراجعة كاملة تهدف لإيجاد إطار فني شامل واستراتيجية وطنية للرعاية البديلة، والتي تشمل خطة زمنية كاملة وإيجاد بدائل وأولويات لتحقيق المصلحة الفضلى للأبناء الأيتام. أول قواعد العمل أننا نمد أواصر الشراكة للقائمين على هذا الموضوع، كل على حسب موضوعه. إذا كنا بالفعل نريد تنمية متكاملة وشاملة للأطفال، لأن يعني بصفات إن لو الأطفال دول ليهم شق بدني ونفسي ووجداني وإلى آخره، فهما بيحتاجوا تنمية متكاملة شاملة. إحنا مش بنتكلم على 10,800 طفل اللي موجودين في المؤسسات، ولا على 11,600 اللي موجودين في الأسر الكافلة. إحنا بنتكلم على أيتام مصر، وأيتام مصر يبلغوا مئات الألوف. فإحنا بنتكلم على مجتمع وعلى أطفال وعلى ناس وعلى أولاد مصر. إحنا بنقول أبناء مصر مش أبناء جهة واحدة. فإحنا من هذا المنطلق لازم بنتكلم كمان، لأن إحنا بنتكلم على الأيتام من أول الرعاية الأسرية، وبنتكلم على أطفال في أسر مهددة بالتفكك وبإجراءات طلاق، وما هو مصير هؤلاء الأطفال؟